غادي نشوفوا اخر مستجدات والتطورات ديال ملعب بنو بطوطاب طنجة. الصور الجديده ديال التطور ديال هذا الملعب كيبان فيها واحد الخط ابيض وسط الملعب. غادي نشوفوا شنو هي الغرض والاهميه ديال هذا الخط الابيض، ولاش صالحه المسافه اللي بينه وبين اخر مدرجات اللي تضافت مؤخرا اللي غادي نهضروا عليها حتى هي من بعد. غنشوفوا السقف والدعامات الجديده اللي ركبات فيه من مورا ما قرب نهايه نزع السقف القديم كامل. لكن قبل غنديروا مقدمه بسيطه على ملعب بنو طنجة ولا ملعب بنو بطوطه. هذا الملعب هو وكما هو معروف من الملاعب الاساسيه اللي غادي تشارك تظاهرتين العالميه، كاس افريقيا للامم 2025 كاس العالم 2030. هذا الملعب موضوع عليه توقعات لي كبيره، حيت حتى الميزانيه اللي تخسرت عليه هي ميزانيه ضخمه، والاشغال فيه كانت اشغال معقده. فراه هذا الملعب طبق شروط الفيفا بشكل مباشر وما اهتمش للشروط ديال الكار. فراه كما هو معروف الا طبقتي شروط ديال الفيفا فراه بشكل اوتوماتيكي كتكون سوفيتي شروط ديال لاكاف. هذا الملعب كان ملعب قديم، كانت خدماته شركات مغربيه وكانوا فيه مجموعه من المشاكل، لكن الفيفا ركزت على التفاصيل ديال هذا الملعب كما كنا شفنا من قبل. فراه هذا الملعب تحفر وطلغ منه مضمار نتاع العاب القوه. كما الفيفا وضع الشروط ان المضمار ما خصوش يكون اخر مستجدات لهذا الملعب، اشغال ديال الحفر سالت، حتى المدرجات حرزت واحد التقدم كبير، تقريبا 90% من المدرجات الجديده ولات متصله مع المدرجات القديمه، والقدره الاستيعابيه الضخمه اللي كتوقع توصل بين 80000 حتى 90000 ديال هذا المدرج ولات كتبان. وخا البناء ديال هذا الملعب مازال ما كمل، لكن كتحس به بلي يقدر يستوفي 80000 و 90000 متفرج. فراه المدرجات كتبان عاليه وضخمه وطبقات متعدده اللي متصله مع بعضياتها. في الجهتين الغربيه المدرجات فيهم واحد الفتحات اللي كبار. الغرض من هذه الفتحات الكبار اللي خلاو في المدرجات هو تسهيل دخول وخروج الاليات الضخمه اللي كتدخل الملعب. الوقت اللي غادي يخرجوا منه الاليات وما يبقاوش محتاجين هذه المداخل غادي يكملوا المدرجات. عمليه نزع السقف القديم والتغيير ديالو بواحد السقف الجديد غادي يبقى تقدم كبير. اثناء عمليه السقف الشركه درت واحد الشباك باش تحمي العمال اللي كيخدموا المدرجات في حاله ما سقوط بقايا ديال السقف وليلة وقع شي خطا ما يأديش العمال. البوابات الغربيه بجوج غادي تاجل البناء ديال المدرجات ديالها لحين خروج الاليات والانتهاء من نزع السقف القديم. فراه الى لاحظتوا مكان البوابات الفوق ديالو باقي السقف، فراه عند الانتهاء من نزع السقف القديم هاد المدرجات غادي تسد، وفي نفس الوقت غادي تكون كاع الاليات وسط الملعب كامله خرجات. كما كنلاحظوا ان مؤخرا تقدم ملعب بنو بطوطه بطنجه وصل لدرجه الربط بين المدرجات والطوابق ديال المدرجات. فراه هاد المدرجات واخا غادي تسالي وغتبان كانها قطعه وحده الا انها كتكون من طبقات اللي مندمجه بواحد الاعمده كما كيتزادوا لها ممرات على شكل دروج اللي كيخليوك تطلع من طبق لطبق، وفي نفس الوقت كيبان المدرج بلي راه هو عباره على قطعه وحده. الجهه الجنوبيه كما قلنا على الجهه الغربيه البوابات اللي كانت كتدخل الاليات سدات، هكذا غادي يوقع من بعد. الجهه الغربيه حتى هي ملي غتنتهي الاشغال وسط الملعب جميع البوابات غادي تسد وغادي تولي حتى هي مدرجات اضافيه، ومن بعد غادي يتم الربط بين هاد المدرجات كامله. نفس الشيء في الجهه الشماليه كيبان حامل المدرجات اللي من بعد غادي تركب من فوق المدرجات وغادي تندمج مع المدرجات ديال الجهات الاخرى. الجهه الشماليه والجنوبيه كيبان واحد جوج فراغات اللي كبار وسط الملعب ما بين المدرجات. هنا كيكون واحد التساؤل اللي كبير، واش هاد الفراغات غادي يتملؤوا مدرجات ولا غيكون فيهم اشياء اخرى؟ حتى واحد ما غيقدر يعرف شنو كاين في هاد الفراغات الى حين الافتتاح ديال هاد الملعب والانتهاء من الاشغال فيه. لكن كنتمنوا ان هاد الفراغات تكون حتى هي مدرجات باش ما تفسدش الشكل الداخلي ديال الملعب وما تنقصش من القدره الاستيعابيه اللي كلشي كيتوقع انها توصل بين 80000 حتى 90000 متفرج. كلشي لاحظ بلي وسط الملعب كاين واحد الخط الابيض اللي بينه وبين المدرجات الجديده واحد المسافه. كلشي تسال على شنو هي الاهميه ديال هاد الخط الابيض ولاش صالح وسط الملعب. بالنسبه للخط الابيض فهو المسافه ديال واخا من السطح كتبان مسافه صغيره الا انها في الحقيقه واحد المسافه اللي كبيره، فراه كتفصل 3 متر بين اخر مدرج والخط الابيض. الغرض من الخط الابيض هو جوج فرضيات ما كناش الثالثه ليهم. الفرضيه الاولى هو ان هذا الخط الابيض تدار باش يتدار فيه واحد السور اللي غيكون محفور تحت الارض باش يفصل التربه على الهيكل ديال الملعب،
فراه كيما هو معروف من مورا ما غادي يبداو يتسدوا المداخل اللي قلنا اللي كيخليو يدخل الاليات اللي دابا بعد من المداخل عامر بواحد الانواع خاصه بالتربه. التربه هي تربه فلاحيه اللي من بعد غادي تدخل بطبقات وبهندسه دقيقه من وسط الملعب. الغرض زرع العشب فيها. من مورا ما غادي تزرع العشب وغيبقى يشرب الماء فراه التربه غادي دير واحد الرطوبه اللي غتقدر تضرر الهيكل والبنايه ديال الملعب ككل. فالغرض من الخط الابيض هو بناء واحد السور فاصل اللي غيكون سور تحت ارضي اللي غيفصل وغيحمي المدرجات والبنايه ككل من الرطوبه وخطر ديال المياه والتربه اللي غادي تكون وسط الملعب. فراه ما كاينش شي بنايه في العالم اللي تبنات بغرض ان تكون جنبها ارض فلاحيه. هاد القضيه كتوقع غير في الملاعب، داكشي علاش غالبا كيتدار واحد الصورة او حائط اللي كيكون تحت الارض اللي كيفصل بين الملعب والمدرجات والهيكل. هذه الفرضيه ديال الاولى، ولكن في المغرب معروف الملاعب ديالو اللي كيدير واحد الخندق باش يفصل المشجعين على الملعب، الغرض حمايه اللاعبين وحمايه الفرقه وتجنب الشغب اللي كيوقع وسط الملاعب. هذا الخندق للاسف كيعطي واحد الشكل حقيقه الكل كيتمنى ان الفرضيه الاولى هي اللي تكون صحيحه. حتى شي واحد ما باغي ان الخندق اللي كان معروف به الملاعب المغربيه يعاود يرجع في الحله ديالو الجديده كاس العالم. كلشي كيتمنى ان هذا الخندق اللي كاين واضح وباين ما غاديش يكون الملاعب الجديده الملاعب العالميه، علما ان الخنادق اللي كتكون محفوره والشكل ديالها خايب وغير مرغوب فيه فراه هي ايضا كتقضي الغرض ديال حمايه المبنى من الرطوبه والتربه، لكن الشكل ديالها كيكون بارز وواضح وما فيش واحد الجماليه هندسيه. عكس الا كان صور تحت ارضي اللي ما غاديش يكون باين وما غاديش يضيع الشكل الهندسي ديال الملعب بصفه عامه. بالنسبه لاخر مستجدات ديال السقف، فراه السقف القديم كي قلنا اغلبيه ديالو تحيد وخا خدا وقت طويل حيتاش السقف القديم كان بني بالبناء القديم اللي كان كيعتمد على مواد اثقل ومعقده اكثر، لكن مؤخرا اغلبيه والنسبه الكبيره ديال السقف تحيدات باستثناء المناطق اللي كيدخلوا منها الاليات اللي توضعوا تحت شبابيك وتاجل عمليه النزع ديالها، لكن في نفس الوقت تم تجديد ديال الدعامات ديال السقف والاضافه ليه زادوا اعمده فولاديه باش تحاول وتهز السقف الجديد. هادشي كيعني باللي تطور بناء السقف راه قريب ومترقب ان في كاس افريقيا للامم يقدر يكون ملعب طنجه مسقف. فراه كاين اللي كيقول باللي ملعب بنو بطوطه كاس افريقيا للامم غيكون واجد كملعب لكن ما غاديش يكون مسقف، غيكون السقف ديالو تاع كاس العالم، لكن تقدم ديال الاشغال كيبين باللي كاين احتمال ان السقف يقدر يكون واجد في كاس افريقيا للامم. بزاف ديال الاقتراحات قالوا بلي هذا السقف غادي يكون هو عباره على الواح ديال الطاقه الشمسيه، هادشي غادي يخلي هذا الملعب يحافظ على 70000 درهم حتى 80000 درهم ديال الكهرباء. برا الالواح ديال الطاقه الشمسيه غتخليه ينتج الطاقه من راسو وما يستهلكش الطاقه الكهربائيه الخارجيه، لكن كيبقى الشكل الخارجي النهائي ديال ملعب بنو بطوطه فرضيات الى حين نهايه ديال الاشغال والافتتاح ديال هذا الملعب بشكل اللي هو رسمي.